السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي مواليد برج السرطان، وحشتوني جدا. جايه لكم بطاقه ايجابيه، بطاقه انفراجات، بطاقه خير، بطاقه حب وحنان باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدم. احضر معايا مواليد برج السرطان علشان جايبه لك قراءه قويه جدا جدا هتستفاد منها وهتشوف توقعات جميله. اللهم بشر بما انتظر منك وانت خير المبشرين. نشوف طاقتك يا برج السرطان. اول حاجة يا برج السرطان، انت هنا محسود من طوب الارض، محسود من طوب الارض، وعندك وقف حال بطريقة رهيبة، عندك وقف حال بطريقة رهيبة. بينك وما بين الشريك بص تعابين وزعل كتير جدا جدا، يعني بينك وما بين الشريك تعابين وزعل كتير جدا، زعلان انت والشريك يا برج السرطان. وفي شخص عزيز على قلبك انت زعلان بينك وما بينه، انا شايفالك تعابين وشايفالك ان انت الفترة اللي فاتت مفيش استقرار في حاجة في قلبك يا برج السرطان. عندك توتر غير طبيعي، السرطان عنده توتر غير طبيعي. ليك فترة كبيرة جدا بتاخد حذرك من ناس حواليك، ليك فترة كبيرة جدا بتاخد حذرك من ناس حواليك، بس برضو في ناس وراك ومش راضية تسيبك في حالك. اللون المفضل عندك اللون الاسود. ناوي تشتري ايه؟ ناوي تشتري ايه عندك يا برج السرطان باللون المفضل اللي في حياتك؟ بس خلي بالك، خلي بالك ان انت عندك الحاسة السادسة واللي بتحسه بتحصل على طول. عندك حدوث في الحاجة قبل ما تحصل، يعني الحاجة بتتخيلها بتلاقيها بعدها بشوية حصلت. عندك دوامة وحيران فيها يا برج السرطان. انت بتكره جدا 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 الاستفزاز، ما بتحبش حد يستفزك، ما بتحبش حد يستغلك، بس في حاجات ساعات تبقى قاعد كده وبتفكر في حاجة معينة بتلاقيها حصلت. بس شايفالك احلام كتيرة جدا وكل احلامك بتتحقق، كل احلام برج السرطان بتتحقق. بتعرف الاشخاص من نظرة عينيهم، بتعرف الاشخاص من نظرة عينيهم. شايفة في ناس سحارين، في ناس سحارين حواليك، دايما بتكون على حق ودايما بتدي كل واحد حقه، ما تعرفش النفاق ولا الخداع ولا الظلم، بس دايما بيتحط عليك. عندك ضغط غير طبيعي. انت صبور جدا وبتصبر على التحمل وبتصبر على الأذية وبتصبر على الظلم، بس برضو وراك ومش سايبينك في حالك، وراك ومش سايبينك في حالك. محدش عارف قيمتك، محدش عارف قيمتك. في ناس يا برج السرطان بتحاول تستغلك بكل الطرق، في ناس بتحاول تستغلك بكل الطرق. انت تعبان نفسيا وجسديا، في حسد عندك في أرض بيتك، في حسد عندك في أرض، محسود على كل حاجة تدخل بيتك، محسود على كل حاجة تدخل بيتك. فخلي بالك وبلاش تتكلم كتير عن أي حاجة تدخل بيتك. أنت بتتقبل الصدمات وبتتقبل أي انفعالات وبتتقبل كل حاجة، بس شايفالك أن أنت عندك بشرة قريبة منك وانفراجات في حياتك العملية والعاطفية بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. وشايفالك كمان أنه في أشخاص هيعودوا لحياتك تاني، خلي بالك وكون منتظر. شايفالك دوامة وبتلف حوالين رقبتك أو خنقة، بتطلع من البيت عندك طاقة إيجابية، بتدخل البيت عندك طاقة سلبية. بلاش تقفل الباب على نفسك، زود ثقتك بنفسك يا برج السرطان، وابعد عن اي حد ممكن يعمل لك اذى في حياتك. قطعت علاقتك مع بعض الابراج الكتير جدا بس عايزين يقعدوا لك، خلي بالك ان هم عايزين يرجعوا لك، هيقولوا لك الحياه وحشه من غيرك، هيقولوا لك كلام كتير. شايفالك خبر مفرح وهيعوضك من ربنا باذن الله الفتره اللي جايه. شايفالك كمان ان انت محتاج ان انت تدرس المواضيع في حياتك، محتاج ومحتاج ان انت تخلي بالك من كل الاشخاص اللي حواليك بيحوروا عليك وبيدوروا على اي حاجة تخصك. احذر من المنافقين، في شخص عينه عليك ونواياه اتجاهك سامة، خلي بالك. انت اللي في ايدك مش ليك، بس عندك تبذير غير طبيعي يا برج السرطان، خلي بالك وكويس جدا من الاشخاص اللي حواليك. بتحس بالوحدة بطريقة رهيبة وعندك تبذير في ايدك، بتبذر كتير
وبتصرف كتير جدا. في ناس بتاكل وتشرب في نفس الطبق، مش هقولك بياكلوا بيشربوا معاك بس في نفس الطبق، بس بيسحبوا منك كلام، بيسحبوا منك كلام. خلي بالك في اوقات بيكون معكش فلوس، في اوقات بتكون محتاج حد يطبطب عليك، ما بتلاقيش حد يطبطب عليك ولا حد يكون جنبك. عارف ده ليه؟ علشان خاطر انت بتدي من غير مقابل. خلي بالك انت اللي جايب الحسد لنفسك، انت اللي جايب الامراض لنفسك، انت اللي جايب التعب لنفسك. شايفة كمان ان انت بتحب الاهتمام بالنفس جدا، لدرجة ان انت قبل ما تنام بتهتم بنفسك، بتاخد دش وبتسمع قرآن وبتظبط حالك. يعني انا شايفة لك هنا كمان في موضوع مغيم عنه انت يا برج السرطان، انت في موضوع مغيب عنك، في موضوع مغيب عنك. الاشخاص دول يا برج السرطان بيضحكوا في وشك ومن وراك حاجة وحشة جدا جدا جدا. يعني هما قدامك بيحبوك بس من وراك اوقات بيقلبوا عليك. فخلي بالك لما قلت لك الاشخاص اللي بياكلوا ويشربوا حواليك، والله العظيم هم اللي بيعملوا لك المشاكل. وزي ما قلت لك انت اللي جايب الحسد لنفسك. الناس لما بتشوفك دايما بتضحك وبشوش ودايما متفائل بيأذوك. انت بتداري اوجاعك، وده غلط. بلاش داري اوجاعك بالطريقة اللي هم يقولوا عليك ده ما فيش حاجة مأثرة عليه، وانت ممكن تكون بتسمع الكلام ده بنفسك يا برج السرطان. في راجل مش كويس. انا شايفة لك طاقة ايجابية الفترة اللي جاية، وهتكون طاقة حلوة وطاقة خير بإذن الله، طاقة خير بإذن الله. انفراجات في حاجات كتيرة جدا، وهتشوف بنفسك. انا مش هتكلم بس هتشوف بنفسك. انت على قد الهدوء الفترة دي، على قد كمية التعب اللي انت عايش فيها. الرزق عندك قليل، بس الفترة اللي جاية هيكون عندك انفراجات حلوة جدا جدا، وهتشوف بنفسك. ربك معاك وربك هينصرك. انت قدمت على عمل جديد، قدمت على حاجة جديدة، او بدأت تشتغل على نفسك، بدأت تشوف الحياة بشكل مختلف، بدأت تعمل حاجات كتيرة جدا بشكل مختلف انت يا برج السرطان. يعني انا شايفة لك تقدم وشايفة لك خير بإذن الله الفترة القادمة. خلال شهر بص هتشوف التغيير، وهتشوف الانفراجات، وهتشوف الرزق، وهتشوف الفرحة. انت ماشي في طريق سفر، او ماشي في تخليص ورق في المحكمة، ماشي في حاجات معينة. بس عايز اقولك الحاجات اللي انت ماشي فيها بإذن الله فضل ربنا سبحان الله هتحصل عليها. انت في ظلم وقع عليك. شايف التشابك اللي في حياتك؟ في ظلم انت وقع عليك. في حلم هتحلمه الفترة اللي جاية. الحلم ده والاشخاص اللي انت هتحلم بيها دي تخلي بالك منها كويس جدا. انا عايزك تخلي بالك على صحتك. السرطان تعبان نفسيا، بينه وما بين الشريك مشاكل بكل الطرق، بينك وما بين برج الدلو مشاكل غير طبيعية، بينك وما بين برج الدلو مشاكل غير طبيعية، نفور وعايزين تقطعوا العلاقة، وفي مشاكل بينكم، وعندك أطراف ثالثة بتدخل، وعندك برج الأسد بينك وما بينه مشاكل بطريقة رهيبة جدا. أنت عايش معاه وكأنك مش عايش، مش مرتاح معاه خالص يا برج السرطان. دايما بيتكلم عنك، دايما مش مديك حقوقك، دايما تحسه إن هو مش عارف، يعني تحس ان هو انسان مش هو ده اللي انت اتجوزته، او كان اختيارك غلط. شايفة كمان ان عندك بنت تعبانة او ابن تعبان، او حد عندك من اطفالك في ضيقة وفي خنقة، وشايفة لك كمان حد مصدوم، وحد بيعاني من صدمة في حياته، او بيعاني من حاجة غير طبيعية. شايفة كمان ان انت هنا بدأت تتكل على ربنا اكتر، وبدأت تبعد عن كل الاشخاص اللي ممكن تأذيك وتعمل لك توتر. عندك حد، عندك اخ او اخت
او حد بيزعجك، حد بيعمل لك توتر، حد بيعمل لك توتر. خلي بالك من الناس اللي موجودة في حياتك علشان تستغلك، موجودة في حياتك عشان تستغلك، تستغل طيبة قلبك وتستغل حاجات كتيرة جدا في حياتك. فانا عايزك تخلي بالك كويس جدا يا برج السرطان. عندك فرحتين بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، عندك فرحتين في أرض بيتك، بس خلي بالك الحسد جاي لك من أرض بيتك برضو. يعني عندك فرحتين وعندك حاجة في أرض بيتك، حصل عندك إجهاض أكتر من مرة يا برج السرطان، أو في حد عندك توفى، في حد عندك توفى. شايفة كمان ان عندك ام اخت تعبانة، والله اعلم. عندك جارة او حد قريب منك من برج الجدي، خلي بالك علشان الست دي شخصية مش كويسة جدا. انت عندك تعب غير طبيعي في جسمك، عندك شعر بيتساقط، عندك تعب. شايفة كمان ان انت عندك مواجهة، والمواجهة دي هيكون صلح، المواجهة دي هتكون صلح. شايفة كمان ان السحر دمرك وتعبك وخلاك خايف من بكرة وخايف من المستقبل. السحر ده من ناحية اهل الشريك، السحر ده من ناحية اهل الشريك. بينك وما بين برج العقرب علاقة وسبتوا بعض او عايزين تنفصلوا، بينك وما بين برج العقرب علاقة وعايزين تنفصلوا. كنت داخل في علاقة خطوبة، كنت داخل في علاقة جواز، الله اعلم، بس اتدخل طرف تاني غير لك الموضوع. تفكير غير طبيعي عندك يا برج السرطان. مين الشخص المفقود عندك ونفسك تشوفه ونفسك ربنا يجمعكم مع بعض؟ مين؟ انت عندك علاقة مع برج السرطان كمان، عندك علاقة مع برج السرطان. انا شايفة لك هنا خانقة وضيقة يا برج السرطان، شايفة لك هنا خانقة وضيقة، شايفة لك هنا طاقة توتر وطاقة حيرة، طاقة توتر وطاقة حيرة، بس شايفة لك هنا انفراجة حلوة جدا بإذن الله، شايفة لك انفراجة حلوة. بينك وما بين برج الثور علاقة يا برج السرطان، بينك وما بين برج الثور علاقة، بينك وما بين برج الثور مشاكل غير طبيعية. انا شايفة لك هنا ان بينك وما بين برج الثور علاقة، وحاولت ان انت تنفصل عنه او حاولت ان انت تختار الطريق الصح. شايفة كمان ان ربنا هيبعت لك الانفراجة الحلوة اللي هتنور الطريق اللي قدامك. انا شايفة لك هنا ربنا هيبعت لك حاجة معينة يا برج السرطان هتنور حياتك وهتنور لك الطريق الضلمة اللي في حياتك. يعني انت عندك طريق ضلمة بإذن الله ربنا هينوره لك علشان انت طيب، بس هم بيحاولوا يستغلوك، بيحاولوا يستغلوك. مين حرف الميم اللي أذيك ومين حرف الألف اللي تعبك نفسيا واخدين حقك؟ عندك أبراج كتيرة جدا واخدين حقك، عندك أبراج كتيرة جدا واخدين حقك. كل ما تفتح باب بتلاقي باب اتقفل تاني. في شخص عندك، شايفة لك يا برج السرطان، شخص، في شخص عندك بيحبك وبيهتم بيك وبيخاف عليك، للأحسن انت بلاش تخسره. دايما بيحصل بينك وبين الشريك او بينك وبين الشخص ده خلافات كتيرة جدا، خلافات كتيرة جدا، بس برضو بتلاقيه بيهتم بيك وبتلاقيه عند غضبه بيخاف يخسرك، بس بتجيلك خنقة وارهاق وتعب واكتئاب وحزن لما بتفكر في الماضي، لما بتفكر في الماضي وبتفكر حياتك، عمرك عدى على حاجات لو رجع بيك الزمن مش هتختارها. عندك دخول محكمة بالخير يا برج السرطان، عندك دخول محكمة بالخير. الشيء الوحيد اللي انت تستحقه ان انت تغير من نفسك وتدي نفسك طاقة ايجابية بشكل مختلف. اكتر من مرة تحلم حلم وتلاقيه بيتحقق، اكتر من مرة تحلم حلم وتلاقيه بيتحقق. شايفة كمان ان انت بتحاول تتخطى المشاكل، بتحاول تتخطى المشاكل. شايفة لك كمان يا برج السرطان هنا ان عندك فهم مواضيع مختلفة في حياتك، عندك لم شمل، عندك لم شمل. انت بينك وما بين الشريك فراء او بينك وما بين اشخاص خدعوك فراء. شايفة كمان ان عندك هنا انطلاقة حلوة وعندك انفراجة بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. بس ليه دايما يا برج السرطان بشوف لك وسواس من المستقبل؟ دايما بشوف لك وسواس من المستقبل، خايف قوي من المستقبل،
عشان في حاجات كتيرة جدا ظلمتك، صح؟ في حاجات كتير، في الماضي كان كله جرح وكله مشاكل في حياتك. شايفة كمان ان انت عندك مشكلة مع برج الحوت، بس شايفة لك كمان ان انت هيكون عندك اخبار حلوة بإذن الله، وهتطلع من الطاقة السلبية اللي انت فيها. السفر هيجي لك، السفر هيجي لك الفترة اللي جاية، او في حد هيكلمك، بس عايزاك كمان تخلي بالك من الدراسة او تنتبه من الحوادث، وتنتبه من الافكار المتشددة والمتشتتة اللي هي بتفكر فيها كتير. خلي بالك واعتمد على نفسك، ولا تفكر في اي حد، ابعد عن اي حد ممكن يأذيك او ممكن يتكلم عنك بشكل مختلف. انتبه جدا على نفسك، انتبه جدا على نفسك، وابعد عن الصحاب السوء، ابتعد عنهم بطريقة رهيبة. لو عندك هدف كمل عليه وحققه، بلاش تورط نفسك في اي خسارة او في اي مشكلة او في اي مشروع يكون اخره اول ما تحس ان الحاجة مقلق منها ابعد عنها، اول ما تحس ان الحاجة مقلق منها ابعد عنها. البعض من مواليد برج السرطان عندكم خطوبة، عندكم جواز، او عندكم فرحة في انتظاركم باذن الله. عندك علاقة جديدة او علاقة قديمة، المهم انه في علاقة حب عندك في حياتك. ابتعد عن العصبية، ابتعد عن الضغط النفسي، ابتعد عن اي مشكلة في حياتك ممكن تأذيك او تعمل لك مشاكل. حاول ان انت توازن امورك في حياتك العاطفية، او توازن امورك في حياتك مع الشريك. في واحدة ست متسلطة عندك، في واحدة ست متسلطة عندك، بتحب السيطرة، بتحب ان هي تسيطر عليك، بتبين ان هي بتساعدك وان هي بتكره القيود وبتكره المشاكل، بس هي مش كويسة يا برج السرطان، هي مش كويسة. بلاش تاخد اي خطوة، بلاش تاخد اي خطوة تندم عليها بعد كده. خلي بالك وكون حذر، علشان الخطوات دي ممكن تكون خطوة خاطئة، ممكن تكون خطوة مش كويسة في حياتك، وتغلط بعد كده وتحس بالندم، والندم ما بيفوتش بعد كده. عندك مشكلة صحية انت هتعاني منها، بس هتطلع منها بإذن الله، هتطلع منها. شايفة كمان ان انت هنا عندك قلق وحيرة، عندك قلق وحيرة من حاجة معينة شغلة بالك في حياتك، او ما بقتش مركز زي الاول، ما بقتش مركز زي الاول. خد بالك عندك وجع دماغ يا برج السرطان، خد بالك. شايفة لك كمان تعويضات كبيرة جدا الفترة اللي جاية. اول حاجة التعويض هيزيد لك ثقتك بنفسك، وهتبقى فرحة وفيها ترقية، وهيبقى عندك رجوع اولاد، او عندك شخص هيندم بعد فترة من الانفصال، وهيبقى عايز يرجع لك تاني وعايز يبدأ معاك بداية جديدة. والله العظيم يا برج السرطان انت عندك فرحة كبيرة. وشايفة كمان للمطلقات، خلال 20 يوم الزعل اللي انتوا فيه ده بإذن الله هيبقى عندكم بشرة سارة. انا عارفة ان قلبكم موجوع، وعارفة ان انتوا حاسين بالوحدة رغم ان انتوا في وسط ناس ممكن، بس دايما حاسين بالوحدة، دايما حاسين بصعوبات في حياتكم وبمطبات غير طبيعية. ما تتخيلش قد ايه همك هينزاح عنك، وهتبتعد عن كل اللي يعمل لك مشاكل. وعايز اقول لك كمان ان انت هيكون عندك بشر حلوة، وعندك امور عكس ما انت تتخيل والله، وهتحس بالفرق بنفسك. بس بلاش تدمن التفكير في الماضي، بلاش تدمن التفكير في الماضي، علشان التفكير دايما بيجيب لك وجع دماغ. التفكير يا برج السرطان بيجيب لك وجع دماغ، فانت بلاش تفكر كتير جدا في المستقبل، بلاش تفكر في اي حاجة ممكن تعمل لك بس طاقة سلبية. فكر في الطاقات الايجابية، علشان الطاقات الايجابية دي هتدخل عليك بالخير، وهتغير من المود بتاعك. هتدخل في الطاقة السلبية، انت اللي هتزعل وانت اللي هتتعب، ومش هتلاقي حد جنبك، مش هتلاقي حد جنبك زي ما انت فاكر. هم بيقولوا لك احنا جنبك، بس هم في الحقيقة هم مش جنبك. رغم ان انت بتعاني من قلة النوم وقلة الراحة ودايما عندك صداع، بس ده هيكون عندك بداية جديدة. بس شايفة كمان الحاجة اللي بتفكر فيها دي كتير جدا هي اللي عاملة لك هموم وعاملة لك مشاكل ما بتخلص. ارحم نفسك شوية وارحم دماغك، وبلاش اي حاجة ممكن تأذيك في حياتك. شايفة كمان ان هنا في شخص منجذب ليك وعايز يبعت لك رسالة، او عايز يكلمك، بس خايف من ردة فعلك، خايف من ردة فعلك، خايف ردة فعلك تكون قوية تصدمه وتزعله، وهو اصلا مش مستحمل صدمات ولا مستحمل
اي كلام في حياتك. الحنيه والتواضع بتاعتك دول جايباك ورا يا برج السرطان، الحنيه والتواضع جايباك ورا. خلي بالك وبلاش تكون حنين زياده عن اللزوم، بلاش تكون حنين زياده عن اللزوم. انت حساس جدا، حساس جدا لدرجه ان انت لو قاعد في مكان مهما يكون المكان ده حسيت ان انت تقيل على قلب اي حد او حد عمل تصرف ضايقك ممكن تسيب البيت وتمشي، ممكن تمشي من غير اي حاجه. دايما بتتعامل مع الناس بالمحبه، بتتعامل معاهم بالمحبه، بس دايما هم بيكرهوك ودايما بيردوا لك بالالم وبيردوا لك بالحاجات اللي هي ممكن تاذيك. انت ما بتحبش الكسل ولا بتحب الروتين، بتحب الحياه الحلوه، بتحب يكون عندك طموحات عاليه، بتحب ان انت تقضي وقت مميز، تقضي وقت جميل، بتحب تقضي رغباتك، بتحب الرومانسيه جدا، ودي اللي مش لاقيها مع الشريك. عايز اقول لك ان عندك رساله حلوه جدا هتطمنك وهتبشرك الفتره القادمه، وهيكون عندك امور حلوه بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. شايفه لك كمان وثيقه ماليه جايه لك هتعيد ليك السعاده. بس عايز اقول لك على حاجه، زي ما انا متعوده ان اقول لك الخير واقول لك الشر، عندك سر هينكشف امامك من حد مقرب ليك. شايف اهو السر ده هينكشف امامك من شخص مقرب ليك، وهتتفاجئ جدا من تصرفاته. وشايفه لك كمان مواجهه مع شخص يكرهك وبيحقد عليك، وبيحقد عليك. وشايفه انه خلال فتره معينه هيكون عندك حضور مناسبه، هيبقى حد هيدعيك بيها او حد هيعزمك. الارق ان انت تعبان والقلق واللي بيخليك مش منتظم في نومك ومش منتظم في حياتك ده باذن الله هتبعد عنه وهتدخل في حاجات معينه. وزي ما قلت لك في شخص مشدود ليك ومعجب بيك وعايز يتواصل معاك باي طريقه، والشخص ده انت ما تعرفوش قبل كده بس هو من اقرب اصدقائك، يعني اللي هو ايه مقرب انت تعرفه بس ما تعرفش ان هو بيحبك، ما تعرفش ان هو بيحبك وعايز يكلمك. شايفه كمان ان انت فوضت امرك لله لكل شخص ظلمك ولكل شخص اذاك. شايفه بالنسبه للناس اللي هي عندها طاقه سلبيه للمنفصلين، عندك اتصال هاتف حلو جدا الفتره اللي قادمه وهيبقى عندك شخص حلو ومميز، بس احذري من اشخاص بيدبروا لك مقيده في حياتك. احذري وخلي بالكم، بلاش تكونوا طيبين وبلاش تخلوا الناس تستغل طوبتكم، بلاش يا برج السرطان، علشان ما تندمش، علشان ما تندمش بعدين وانت عندك اصلا طاقه ندم، عندك طاقه ندم. شايفه لك كمان ان انت هنا بتفكر في حاجات كتيره جدا وعايز تعملها، بتفكر في حاجات كتيره جدا وعايز تعملها، بس امسك على ايدك، مش كل شويه اقول لك امسك على ايدك يا برج السرطان، امسك على ايدك ولا تدي الاخرين محبة زيادة عن اللزوم. انت هنا حيران في امر بيخليك بتعيش في فترة صعبة وملخبط لك حياتك، ملخبط لك حياتك، بس انتبه لاحلامك واشاراتك الروحانية، انتبه لاحلامك وطاقاتك الروحانية. مش كل الناس بتحبك زي ما انت فاكر، ولا كل الناس عايزة تديك امور، يعني خلي بالك. انا عايزاك بس تخلي بالك، تخلي بالك من حد قريب منك. فيش كمان شخص انت تعرفه بيكلمك كتير جدا وبيقابلك وهو فضولي، بيحب يستفسر وبيسأل كتير جدا على حياتك، حياتك ماشية ازاي، بتعمل ايه، بتاكل ايه، بتشرب ايه. انت بدأت تعيد حساباتك وبدأت تعيد الاشخاص اللي هم متدخلين في حياتك، وبدأت ان انت تطلع ناس من حياتك وتحذفها من حياتك بشكل جيد جدا وبشكل حلو. شايفة ان انت بدأت تغير من امورك. ان شاء الله باذن الله ربنا هيفك كربك يا رب، قربني منك، اللي بتمناه حققه لي وارزقني براحه البال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من الجبن والبخل. اللهم اني اعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. باذن الله حياتك كلها هتكون تفاؤل يا برج السرطان. سر عدم سر سعادتك هي كلامك، عدم سر سعادتك هي كلامك عن نفسك الكتير والزايد عن اللزوم. انت بتحب الكرم، انت اصلا كريم، بتحب الحياة البسيطة، بتحب التفاؤل، بتحب الخير، بتحب السعادة، بس بلاش تكون متردد كتير. وخلي بالك، يعني انا عايزك تخلي بالك من اشخاص
هما بيقولوا لك احنا بنحبوك، بس هما مش بيحبوك، هما اشخاص اصلا عايزة تسمع عن مقربين منك علشان يعرفوا حياتك ماشية ازاي. واديني بقول لك وهرجع اقول لك تاني، مقربين منك علشان يعرفوا حياتك ماشية ازاي. انت اصلا صاحب مسؤولية وبتتحمل الاسية، ودايما بيكون عندك بشر حلوة وعندك ترقية بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. بما انه ان الفترة دي عدت عليك بطاقات سلبية وضغط كتير نفسي وجسدي، وعانيت من حاجات كتير، بس عندك بداية جديدة الفترة القادمة، وهيكون عندك ارتباط او علاقة جديدة او تفاؤل او حب جديد الله اعلم، بس انت هيكون عندك تغيرات جديدة وعندك نقلة او تغيير بيت او علاقة حلوة، وهيكون عندك مال باذن الله. لو انت بتدور على راحة البال فانت هيكون عندك راحة بال، وعندك شفاء مرض. برج السرطان عنده شفاء مرض او عنده خروج من الفترة اللي هو فيها. شايفه لك امامك فترة حلوة، فترة مليئة. اتمنى لك الخير والسعادة والهنا. ما تنساش تشوف فيديو على اول تعليق.